قصة قصيرة مقهى وموعد وكرسي يقابل الآخر يتجاذبان أحاديثا متفرقة ليصل كل منهما للآخر، فهما على وشك الارتباط. أوقات ممتعة متفرقة تجمعهم، تفاجأ أن ما كان يتباحثان عنه قبل الزواج لم يمت لواقعهم بصلة بعد الزواج. اختلفا، تشاجرا، اختصما، وقع المحظور وكان الطلاق الفيصل بينهما، فقد كان يجاملان بعضهما أثناء الخطبة، وهكذا انتهى ذلك الموعد وذلك التباحث وتلك القصة القصيرة المحزنة نهايتها بسبب المجاملات الطلاق. فكلما بني على باطل فهو باطل. تحياتي للجميع، محبكم أبو مطران الحربي. إذا أعجبتكم القصة القصيرة لا تنسون من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، والله يحفظكم.